بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختبارات اللي بتتم على الخوازيق. الشرح ده من داخل كتاب الموسعة الهندسية الجزء الأول. لو مهتم تعرف تفاصيل أكتر عن محتوى الكتاب وتشوف الفهرس وصور من داخل الكتاب، اتواصل مع خدمة العملاء على رقم الواتس الموجود على الشاشة. ليه بنعمل اختبارات على الخوازيق؟ عشان نتأكد ان الخوازيق تمت بشكل صحيح. طيب، زي ما معروف ان الخوازيق عنصر بيبقى موجود تحت سطح الارض، مفيش الا الحديد بتاعه هو اللي بيتم تنفيذه فوق سطح الارض، تمام، اللي هو القفص الحديد، وبعد كده بندخله جوه سطح الارض، داخل سطح الارض وبنصب. طيب، اثناء الصب الخازوق نفسه ممكن يبقى وارد انه يحصل مشاكل، خازوق اتخنق، اللي هو دخل جواها اتربه، خازوق هرب، فبالتالي الخازوق مش هيبقى بيشتغل بكفاءته او بالدور اللي بيشتغل بيه، تمام. علشان كده بنعمل ايه يا باشمهندسين؟ علشان كده بنقول ان احنا لازم نعمل اختبارات على الخوازيق، تمام. طيب، انواع الاختبارات نوعين. نوع اختبار بنسميه اختبارات موجات الالتراسونيك، وفيه نوع تاني اسمه اختبار التحميل، تمام. اختبار الالتراسونيك او اختبار الموجات الفوق صوتية بيتعمل على ربع عدد الخوازيق. هو جهاز كمبيوتر معاه زي اللي حضراتكم شايفينه، معاه حساس مجسات زي دي كده اهي، بتتحط على الخوازيق. دي المجسات اهي يا باشمهندسين، بتتحط على الخازوق المراد اختباره، وبعد كده بنرسل اشارة موجات صوتية، والاشارة دي بترجع لنا تاني وبتترجم على الكمبيوتر على برسم بياني. من الرسم البياني ده نقدر نقول ان الموجات اللي رايحة واللي راجعة دي كانت ماشية بشكل سلس، لا قطعها في جسم، المفروض ان الخوازيق جسمه صلب، فبالتالي موجات الالتراسونيك بتمشي فيه، فلا ده والله كان فيه جزء من الطمي او الطين، فالرسم البياني بتاعي اتقطع في النص، فبالتالي فيه هنا مشكلة في تنفيذ الخوازيق، وهكذا. طيب، هل احنا بنكتفي بالخوازيق بموجات الالتراسونيك في اختبار الخوازيق؟ لا طبعا. الاساس بقى عندي اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ اللي هو اختبار التحميل. اختبار التحميل بيتم بطريقتين. اول حاجه بالطريقه المعتاده او الطريقه التقليديه القديمه، اللي احنا بنجيب شويه شكاير اسمنت واحمال، وممكن نجيب مصدات شواطئ، وبنحطها على الخازوق المراد اختبار. طيب، الاحمال دي يجب ان تكون مره ونص قدره تحمل الخازوق. يعني لو الخازوق مثلا مصمم ان هو يشيل وليكن مثلا 20 طن، يبقى المفروض مره ونص، يبقى كام؟ نضرب في مره ونص، يبقى نحمل الخازوق ب 30 طن، ونشوف السيتلمنت او الهبوط اللي واقع على الخازوق. طيب، بنعمل اختبار الخوازيق، بيقول لك بمعدل خازوق واحد لكل 100 خازوق. طيب، احنا الاول بقى بنعمل ايه؟ اثناء الصب وانت واقف بتصب الخوازيق بتاعتك، بيبقى معاك نوت، النوتة دي بتسجل فيها حضرتك كل المشاكل اللي بتحصل اثناء الخوازيق اثناء الصب. طيب، انت عندك مثلا مكعب الخازوق رقم مثلا 3، ان هو مثلا هيشيل وليكن مثلا 4 متر مكعب من الخرسانة. الخازوق ده ما شالش 4 متر مكعب، شال اكتر، شال زيادة، يعني خد اكتر خرسانة اكتر، او خد خرسانة زيادة. بنكتب الملاحظات ده كلها دي، وهنا بتأتي دور الملاحظات دي لما باجي اعمل ايه الاختبارات. بختار الخوازيق اللي عليها مشاكل او اللي حصل فيها مشاكل اثناء الصب، وبعمل عليها الاختبارات دي، وبعدين اعمل بعد ما اعمل اختبارات الالتراسونيك، بجيب الخوازيق اللي طلع فيها مشاكل من اختبار الالتراسونيك، وبعمل عليها اختبار ايه؟ التحميل. اختبار التحميل ده قصه لوحده. احنا زي ما قلنا كده بسرعه، اختبار موجات الالتراسونيك بسرعه احنا شرحناها بسرعه، موجات اختبارات التحميل بقى ده قصة تانية هنبقى نشرحها بعد كده في الكتاب. تعالوا مثلا نلقي نظرة عليها بسرعة كده اهي. ده اختبار تحميل الخوازيق، دي الطريقة التقليدية القديمة اللي هي دي، ودي الطريقة الحديثة. دي بتتم عن طريق جاكات هيدروليكية بكبسات
بكبسات زيت يعني. ودي قصتها قصة تانية هنبقى نشرحها بعد كده ايه بالتفصيل. هذا الاختبار التقليدي، وادي ده الاختبار الحديث، وهنا دي خوازيق مساعدة بنعملها عشان الاختبار. أرجو الناس تعمل اشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.